فاحنا دائما بنأكد على تركيب هذا العازل اللي موجود معنا هون، شايفين حاليا هذا ناشف، شايفين الصوت، يعني بصير عبارة عن كونكريت. هذا عندي الصاج الموجود، شايفين هذا العازل اللي هو الصوف الصخري، تمام. وهاي عندي هون معزول. طبعا بالنسبة شباب العاملين في هذا المجال، احنا بالنسبة للدكت اللي بيكون طالع من الماكينة السبلاي لازم يكون معزول عازل الصوت من الداخل، تمام. ومنفضل دائما انه يكون كامل الدكت معزول حتى يعني اول مخرج هواء. هاي الامور التصميمية المهتمين بيقدروا طبعا يشوفوا هاي الدروس والشروحات موجودة عندنا على قناتنا على اليوتيوب. طبعا في عندنا هذا العازل اللي هو عازل الصوت، شايفينه هذا القماش. طبعا هذا بيكون طبعا الصوف الصخري بيكون بالعكس، يعني هون عندي هاي الصوف انا هون شايفين، بيكون من هون عندنا الالمنيوم الخارجي وتم عزله، بينما بالداخل يكون هذا عبارة عن العازل الصوت، وبتم عزل هذه الوصلات من الاربع جهات، شايفين من الاربع جهات بتم عزلها، تمام، حتى تثبت وبكون في لها المسامير الفكس الموجودة هون. وبكون ايضا في تحتها جلو، لما يركبوا بحطوا جلو ايضا، تمام، بحيث يكون معزولة بشكل كامل من الاربع اطراف. هاي لازم تكون معزولة عازل الصوت، تمام شباب. طيب هاي القطعة احنا بنسميها الماوث كونكشن، احنا راح نشرح لكم حاليا طبعا طريقة اخذ مقاسها، لانه هاي الامور يعني احيانا بتكون تحتاج شوي للخبرة، ولكن احنا راح نبسط الامور عليكم ان شاء الله ونشرح لكم طريقة اخذ مقاس الماوث كونكشن الموجود. طبعا بيتم مثل ما قلنا تركيب الالمنيوم تيب على كامل الوصلات الموجودة، ومن ثم يتم تركيب العزل، ومن ثم تركيب هذا القماش والفوستر الموجود معنا. هاي بالنسبة لأعمال التوصيل. مثل ما قلنا احنا مكان الباكج بيكون في إلها خط دفع وخط سحب اللي هو طبعا السبلاي والريتيرن أو الراجع. مثل ما شايفين هون أنا عندي الدكت الرئيسي اللي هو السبلاي أيضا معزول من الداخل عازل الصوت، وأيضا احنا عازلين باتجاه الداخل، والدكت الرئيسي أيضا اللي رايح داخل الجبس أيضا معزول.